أنا في بيت عائلة كلها ماتت، فاحنا جينا هنا في هذا البيت عشان نتحقق كيف ماتوا. وأول مهمة أنا نستكشف غرفة ستيسي. ستيسي من أفراد العائلة اللي ماتت بالكامل. أيوة. فما أدري فين غرفتها. أعتقد هذا غرفتها. هذه هنا؟ لا هذا غرفة الجلوس. إيه شكله زي غرفة الجلوس. مرة خوف شكله. أيوة. بابا لقيت مفتاح، تعال. أو إيوة شوف بابا مفتاح. طفيت المفتاح على هنا. طيب تقدروا تاخذوه، يمكن نحتاجه بعدين. ايوه يمكن. طب لقيت مفتاح ثاني برا. هذا اكبر كثير. أوه كمان. اوه ايوه ما شفته. الانوار ما تشتغل. ها ايوه ما في الا هذه اللمبات الصغيره. ايوه عندي ولاعه هذه تساعد شويه. مين العائله الغريبه هذه اللي تختار رسومات تخوف كذا؟ ايوه هذا تلفزيون ولا ايش؟ مره قديم شكله. يلا نروح نستكشف غرفه ستيسي حتى نعمل تحقيق ونعرف كيف ماتت. شوف هذا البرواز هذا فاضي ما فيه صوره. أيوة. غريب. هذا الباب مقفل. أنس عنده المفتاح. اه ايوه فتحته. اوه أنس فتحه. مفتاحك أوكي. فتح الباب هذا. كويس. احنا جينا المطبخ نقدر نفتح الثلاجة؟ نجرب. ايوه فتحته. هذا فريزر فاضي. اوه بطيخة. اوه يامي. على طول تبي تاكلي ايمان؟ ايوه. في شاهي او قهوة داخل هذا الاكواب؟ لا يعني ما حد كان هنا قريب. هنا في شيء؟ لا. لا ما في شيء. هذا الباب مقفل بسلك، اعتقد نحتاج مقص ولا شيء حتى نقطعه. ايوه. ايش الباب هذا؟ بيسمنت كي، هذا ينزلك تحت البيسمنت. ايش هذا الصوت؟ سمعته؟ اللمبة. اللمبة انكسرت؟ ايش في هذا الغرفة؟ غرفة الغسالة. ايوه. وفي في شيء وراكم؟ لا ما في شيء. الا في شيء. لايتر. اوه انا هاخذه. لقيت مفتاح البيسمنت. كويس طيب. ايش كيف يمشوا؟ الخلف مانكين. اوه يخوف. فجعت. ابغى افتح هذا الباب. انا حركت الكرسي. اوكي شكرا. نفتحه. افتح الباب يلا. اوكي فتحته. غريبة في برواز كل مكان لكن ما في صورة. ايوه. مين هذا في الصورة؟ هذه؟ ايوه انابيل. انابيل البنت اللي مخيفة. انت تخافي من انابيل صح؟ ايوه. لقيت درج نطلع فوق؟ ايوه اوكي. في تليفون هنا. اوكي نطلع فوق، انا شوية خايفة. لازم اجيب الجراج كي. هذه غرفة الجراج ها؟ ايوه. يلا نروح هذيك الغرفة. ما يفتح. ليش؟ شكله في شيء في الجهة الثانية ها؟ ايوه. بيقفل الباب، يلا ننزل ثاني طيب. فين غرفة ستيسي؟ من اول بندور على غرفتها. اوف في شيء مرة يخوف صار في هذا البيت واضح. مع الصور هذه المعلقة. البيت مرة كبير بس. طيب حنطلع فوق هنا، إن شاء الله غرفتها هنا فوق. ايوه. من أول بنمشي ندور عليها. أوه! الحمام. لقيت الحمام. يمكن فيها الغاز هنا حيساعدنا. ايوه. يمكن. لقيت غرفة أحد، هذه غرفة ستيسي. ما أعتقد. شكله أحد من عائلة كان يرسم كثير ها؟ ايوه. في رسومات كثيرة. ليش في طير في الأرض؟ هذه لعبة أعتقد إيمان. أوه. هذه غرفة شكله واحد عجوز كان ساكن فيها عشان الكرسي المتحرك هذا. أوه. ايوه. لقيت غرفة أطفال. أوه. هذه غرفة ستيسي. يمكن. ما اعرف. مي وروفس كان عندهم كلب اسمه روفس. روفس. كم شخص كانوا في العائلة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أعتقد. أعتقد هذا غرفة ستيسي عشان ستيسي هي الصغيرة. ومكتوب إس هنا صح؟ أيوة ستيسي. بابا شوف إيش لقيت. سكين. ايش مكتوب هنا؟ مكتوب انا في رحلة بزنس، لما تروح المتجر اشتري سكاكين مطبخ لانهم اختفوا. بندور على غاز ثاني حتى نعرف ايش صارت للعائلة هذه اللي كانت مختفية هنا. اخيرا لقيت مفتاح الكهرباء، يمكن يمدينا نشغل النور دحين. اخيرا. اعتقد في البيسمنت الالكتريكال كهرباء. طيب يلا ننزل البيسمنت. ايوه طيب بننزل البيسمنت دحين. شكله مرة يخوف، انا اكره البيسمنت. انا كمان. هذا جراج. بسم الله. في احد في السيارة؟ لا هذا منبه، هذا عشان قربنا من السيارة. والله انفجعت. انا كمان. لقيت واي كابترز عشان ال ايوه عشان الباب هذا. كان في باب مقفل باسلاك فيمدينا نقطع الاسلاك دحين. ايوه. ما في حق الكهرباء هنا؟ لا. جوا هنا. ايش في فوق الجراج؟ بس مكان تخزين ها؟ ايوه. في صوت بيطلع من البيسمنت. اوه. افتح الباب. اوكي افتحوا افتحوا. انا خايفة. انا كمان. لا يكون احد في البيسمنت بيتعذب. في دم على الارض؟ دم. هذا دم ولا كاتشب؟ دم. دم. طب ما ابغى العب اللعبة. فين نروح؟ ايش هذا عالم ثاني في البيسمنت؟ اظن لازم نتبع الدم ها؟ ايوه. She's dead مكتوب، هي ميتة. He did it. هو سواه. مين؟ اعتقد هنا يمدينا نرجع الكهرباء للبيت. ايوه. او لقيته. لقيته؟ ايوه يلا. شغلت الكهرباء؟ ايوه اشتغل. نشوف دحين اذا الكهرباء اشتغل. دحين لازم نرجع غرفة ستيسي. دور على الغاز ثاني ها؟ ايوه. احنا بس بنستكشف هذا البيت المهجور اللي كان ساكن فيه عائلة كذا كلهم ماتوا. بنزل تحت اول شيء قبل ما اطلع غرفة واشوف ايش فيه هنا. لقيت مفتاح. مفتاح ايش؟ مفتاح الجراج. تعالوا يا جماعة. اوكي. فجأتك؟ ايوه. بعدين نطلع من هنا. اوكي. يلا بنطلع فوق ونرجع لغرفة ستيسي. اوكي. هذه هي. ايمان انت لقيت الاس صح؟ حط الاس على الارض. ايوه اوكي. وين انت لقيت ال؟ اوكي باقي تي. لقيت هذه حروف الغرفة؟ ايوه لقيت تي. حطيه على الارض. اول ما حطيت تي هذا طاح. في صورة وراها. في وحش. شكله هي رسمت هذا. راح. شوف 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 شوف. شوف الرسومات هذه كلها. لا. بس
بسم الله الرحمن الرحيم. تيسي رسمت هذا كله؟ ايوه. بابا بابا في سهوم هنا صح؟ ايوه. هذه السهوم ما كانت فيه من اول. باب جديد مخفي ورا الدولاب. تعالوا يمكن تيسي هنا. يمكن اشتغل الراديو هذا. كانه تسجيل من دكتور يقول كل مره غرب. شفت بنت تمشي ما شفتوها؟ لا ما شفتوها والله. شفت بنت تمشي هنا. هي ستيسي ولا مين؟ اعتقد ستيسي. ايش هذا؟ انا بهايدي انا وراك. شفت البنت كانت هنا. كانت هنا مكتوب كمان في الورقة. انا وراك. كان راحت ايمان؟ ما اعرف بس راحت اختفت. هذه غرفة فاضية اكيد. هذه غرفة. فين البنت راحت؟ نبغى نساعدك يا ستيسي. ايوه اعتقد لازم نحط صور هنا. هنا ثلاث صور وهنا ثلاث صور. ايوه يمكن لازم نفتح هذا الباب. يمكن اذا نحط الصور الباب حيفتح. ايوه يمكن صح. شفنا ثلاث صور هنا واحنا داخلين. ايوه. شوف جسم كذا ميت بنجر. فنروح بابا في مفتاح الباب. لقيت مفتاح احمر. ايوه احمر. مين عنده المفتاح؟ انا. بابا هذا الباب هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بابا مره تخوف. لكن في شيء في الدولاب هذا؟ ما في شيء. متاكد يا ايمان ما في شيء؟ يمكن شيء حيطلع بعد شويه. ندير نفتح هذا الباب؟ لا لا نجيب الصور هنا هنا. هذه صور. كيف نجيبه؟ حمراء. اوكي لازم نختار الصور المطابقه. اوكي سويته. اوه الباب فتح دحين. هذا ستيسي؟ أنا خايفة. مكتوب sacrifice تضحية. في بنت أظن بنهاية الغرفة. أيوة بنت. يمكن ستيسي. بنحاول نعرف إيش صار لستيسي. إيش صار لستيسي يا جماعة؟ تيسي ليسي بيسي. تضحية؟ إيش قصتها بالتضحية؟ I'm running for you. أنا بشرد عشانك. ما نعرف صراحة فين أروح الحين. فتحنا هذا الباب الجديد. فين بودينا فوق؟ رجعنا الجراج. الجراج. We opened the door. طيب فتحنا هذا الباب الثاني اللي كان الجراج. هذا الباب ما قد فتحناه. الحين فتحناه أول مرة. رجعنا الباب المقفل بالسلك. أنا اتقطع. الحين بدنا نفتح هذا الباب. في دم الحين طالع من هذا الغرفة. في رسالة تحت. افتح الرسالة. زي اللغز. أربع كراسي للعائلة تأكل. أعتقد لازم نروح المطبخ. في احد في الباب الرئيسي؟ الجرس رن. تعالوا انزلوا تحت. اوكي اوكي. لا ما نبغى نفتحه. باب ما يفتح. طيب في شيء على الطاوله هنا. هذا اللغز الثاني. فاعتقد لازم ننزل البيسمنت. ها هنا هنا. ايوه هذا هذا هنا. شوف لقيته. او ايوه انس لقاه ورا. اللغز الثالث الجراج. الجراج ايوه. ايمان حتروح لانها تعبانه شويه ما حتقدر تكمل معانا. قولي لهم ام سوري. I'm sorry. ابكي شوي عشانه. جينا الجراج. اعتقد اللغز الاخير هنا فوق الدرج هذا. نفتح هذا. ايوه. اوه شوفوا. فتح باب دحين. اوكي. نفس الرسومات اللي كانت في غرفه ستيسي. هنا كمان. كمان في مفتاح. ليش في رسومات هذه المخيفه؟ تضحيه مكتوب كمان عليها. أيوة. افتح باب الحمام مكتوب هنا. البيت هذا كبير ما اتذكر فين الحمام مقفل. ايوه. اعتقد فوق يا انس. اوكي. هذا؟ يمكن. ايوه. ايوه هذا هو فتحته محل ما كان يطلع منه الدم. في دم. هذه ستيسي؟ ستيسي ايش بك؟ ايش الدم كله اللي بيطلع منك؟ ميتة. هي ميتة؟ كيف ماتت؟ كل هذا الدم طلع منها. لازم نروح غرفة اخوها جاك. ستيسي ماتت وهذا اخوها جاك. جاك. هذه كانت نهاية الجزء الاول من القصة. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. اذا عجبكم اعطوه لايك. واذا ما عجبكم اعطوه ديسلايك. واذا ما انتم متأكدين اتركوا تعليق تحت الفيديو. مع السلامة. مع السلامة.